تعالى اقول لك ازاي لو انت عايز تشتري نسخه ويندوز اصليه بسيريال اصلي مدى الحياه. كل عليك هتخش على الرابط اللي في صندوق الوصف على متجر سيديكي اوفر. زي ما انت شايف نسخه ويندوز 10 سعرها 22 دولار. كل عليك بعد ما بتنشئ حساب على الموقع بتختار النسخه وتضغط هنا على كلمه باي ناو. بعد كده هتلاقي لك كوبون خصم بيعمل 25% خصم على سعر النسخه. مجرد ما تضيفه وتضغط هنا على ابلاي سعر النسخه هيتحول ل 16 دولار. اما لو انت عايز تشتري مفتاح اصلي لويندوز 11 زي ما انت شايف سعره 30 دولار. مجرد بس ما تضغط هنا على باي ناو ونفس الكوبون برده بتضيفه 25% خصم وتضغط هنا على ابلاي بتحول سعرها ل 23 دولار. اما لو بتحب المكتبية زي اوفيس 2019 فزي ما انت شايف سعره 63 دولار. مجرد ما بتضغط على باي ناو تقدر تضيف كوبون الخصم زي ما انت شايف وتضغط هنا على ابلاي سعره بيتحول من 63 دولار ل 47 دولار. كل عليك بعد ما تختار السيريال اللي انت عايزه بتضغط هنا على سبميت اوردر. وبالنسبه لوسائل الدفع اللي موجوده على الموقع فالموقع فيه اكتر من وسيله زي البايبل والفيزا وباي. تقدر انك تدفع باي وسيله انت عايزها بكل سهوله. وبتقدر بعد كده بتحصل على سيريال بيفعل لك بيه نسخه الويندوز مدى الحياه. مجرد ما بتضيفه وتضغط على اكتف وزي ما انت شايف بتلاقي النسخه بعد كده متفعله عندك مدى الحياه حتى لو عملت فرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم. حلقه النهارده باذن الله هتكون عن كيفيه انشاء حساب جوجل بطريقه سليمه وبطريقه صحيحه بعد التحديث الاخير وبالاعدادات المظبوطه اللي ممكن تامن لك كمان الحساب بتاعك ده وما تواجهكش اي مشكله فيه. فتعالى مع بعض نروح حصه المكتب وننشئ حساب جوجل بعد التحديث الاخير. يلا بينا. ودلوقتي هنشوف مع بعض ازاي انك انت تنشئ حساب جوجل بطريقه صحيحه. سواء انت انشات الحساب ده من على الموبايل، انت فاتح من على الموبايل بتاعك، او حتى من على الكمبيوتر، الطريقه واحده ما فيش اي اختلاف فيها. كل عليك انك انت يكون طبعا عندك متصفح جوجل، وهتبدا انك انت تروح على الايقونات دي وتضغط هنا على كلمه الحساب. بعد كده هتلاقي عندك هنا زي ما انت شايف الانشاء حساب، تضغط عليها ضغطه بالشكل ده. وهتبدا اول حاجه انك انت تكتب الاسم بتاعك. الاسم بيتكتب سواء باللغه العربيه او الانجليزيه، بيتقبل عادي، ممكن تكتبه باللغه العربيه او الانجليزيه، اي لغه انت عايزها تكتب بها الاسم بتاعك. بس الحاجه الوحيده اللي بنصحك بيها لما تيجي تكتب الاسم بتاعك ما تكتبش اسم عشوائي، اكتب اسم صحيح ليه، ده هتحتاجه بعد كده في حاجات كتيره جدا. فانت حاول تكتب الاسم الحقيقي بتاعك. يعني مثلا انا اسمي محمد علي وشهرتي مثلا على اليوتيوب مثلا مستر ابو علي، ما ينفعش ان انا اكتب مثلا مستر ابو علي، اكتب الافضل محمد علي. فانا هكتب هنا محمد، ممكن اكتبه باللغه العربيه او الانجليزيه على حسب ما انا عايز، وهكتب هنا مثلا علي. بعد كده هضغط هنا على التالي بعد ما تكتب الاسم بتاعك. بعد كده هتبدا تكتب التاريخ بتاعك، ودي تاني حاجه مهمه جدا عشان حسابك ما يتعرضش لاي اغلاق، انك انت تكتب التاريخ الحقيقي بتاعك لانك انت ممكن تحتاجه بعد كده في حاجات كتيره جدا. انا هكتب التاريخ الحقيقي بتاعي. بعد ما بتكتب تاريخ ميلادك بطريقه صحيحه بعد كده بتختار الجنس بالشكل ده. بعد كده بتضغط هنا على كلمه التالي. نيجي للخطوه اللي بعد كده وهي اختيار يوزر نيم للحساب بتاعك. لازم ان اليوزر نيم طبعا يتكتب باللغه الانجليزيه، ما ينفعش يتكتب باللغه العربيه. وتاني حاجه لازم أن يكون هو عباره عن اسم فريد، يعني ما حدش خده قبل كده، ما حدش قبل كده انشا غيرك حساب جوجل وكتب الاسم ده وخده قبل كده. فانت هتبدا تجرب مثلا تكتب اي اسم، سواء بقى اسمك الحقيقي او اسم شهره او اي اسم انت عايزه. وليكن مثلا انا هكتب مستر ابو علي، طبعا زي ما قلت لك لازم أن يكون باللغه الانجليزيه، فاكتب مثلا مستر ابو علي بالشكل ده. وهجرب مثلا اقول له هنا التالي، زي ما انت شايف بيقول لي ان الاسم ده مستخدم قبل كده، حد غيرك ان هو خده. فانت بتضطر انك انت تزود اي حاجه، تعدل حرف، تزود رقم، تعمل اي حاجه. بس خد بالك وانت بتزود في عدد الارقام، يعني بلاقي ناس مثلا كتير عامله مثلا اسم ليها وبعد كده مثلا كاتبه اي ارقام كده اهو وضغطه هنا على التالي، طبعا هيوافق معاك وهتنشئ الحساب. لكن هل انت متاكد انك انت هتفتكر اليوزر نيم ده بعد كده عشان تقدر تخش بيه؟ لان عباره عن ارقام كتيره جدا وحروف كتيره جدا، فانت ممكن تفقد الحساب بتاعك. ناس كتيره جدا بتراسل لي تقول لي بعد ما انشات حساب جوجل لقيت نفسي ان انا نسيت الايميل ومش عارفه، مش ناسي الباسورد، ده ناسي الايميل ذات نفسه كمان ومش عارفه. فما انصحكش انك انت تعمل يوزر نيم للايميل بتاعك كبير بالشكل ده. ممكن تعدل حرف، تزود حاجه، وليكن مثلا انا هكتب مثلا دوت كوم بالشكل ده. طبعا لو ضغطت على التالي برده لقيت ان هو محجوز هنا زي ما انت شايف بيقترح لي حاجات، ان هو مثلا بيقول لي ممكن تزود حاجه بسيطه. تمام، ممكن تختار ما بينهم او انك انت تغير. مثلا وليكن انا شايف ان ده كويس جدا مستر ابو علي بس ما فيش دوت ومكتوب كوم وبعد كده واحد، ممكن اختارها ما فيش مشكله. او ان انا مثلا اغير حاجه على مزاجي انا، وليكن مثلا انا هخليها بالشكل ده. انا شايف ان ممكن احفظ اليوزر نيم ده، اضغط هنا على التالي زي ما انت شايف. طبعا كنت عامله قبل كده لكن ممكن اخليها اي حاجه تاني، ممكن اخليها هنا بدل الاي دي ممكن اخليها بالشكل ده واقول له هنا التالي. تمام، قبل معايا. فانت حاول تجرب، المهم انك انت توصل ليوزر نيم يكون سهل بالنسبه لك تقدر انك انت تحفظه. هتيجي الخطوه مهمه جدا بقى بعد كده وهي الباسورد او كلمه المرور اللي هتخش بيها للحساب بتاعك. هنا طبعا عشان تنشئ كلمه مرور قويه ما ينفعش انك انت تكتب اي ارقام متتاليه او اي ارقام شبه بعضيها، لازم كلمه المرور بتاعتك تكون مزيج من الحروف، وخصوصا الحروف الكبيره طبعا كلها باللغه الانجليزيه، الحروف الكبيره والحروف الصغيره وكمان ارقام ورموز. وليكن مثلا هوريك تجربه، هسيب لك هنا كلمه المرور، مثلا هتكتب مثلا دول حرفين كبار، ماشي، انا ضفت كده حرفين كبار، ممكن مثلا اضيف بعد كده اد بالشكل ده، كده يبقى انا عملت حرفين كبار وعملت كمان مزيج بين الرموز. ممكن اكتب مثلا حرف مثلا صغير بالشكل ده، ممكن كمان ان انا مثلا ادي له ارقام عشان يبقى بقى باسورد قوي جدا، وليكن مثلا اخليه بالشكل ده كده. تمام كده شايف ان هو كويس جدا. طبعا لازم أن تكتب نفس الباسورد فوق تكتبه تحت عشان تعمل عمليه التاكيد. فانت هتبدا انك انت تكتبه بالشكل ده
وتبدا انك انت تاكده، وبعد كده هتبدا انك انت تضيف اي حاجه متعلقه بفوق عشان يتاكد ان فوق زي تحت تمام بالشكل ده. كده انا انشات كلمه مرور قويه، اضغط هنا على التالي. في المرحله اللي بعد كده زي ما انت شايف يقول لك اضافه البريد الالكتروني المخصص لاستيراد الحساب، ودي حاجه مهمه جدا لو انت عندك مثلا بريد الكتروني مثلا غير جوجل، مثلا عندك ايميل مايكروسوفت او اي ايميل تاني، ممكن انك انت تقدر تضيفه عشان بعد كده لو انت نسيت الباسورد بتاع الحساب بتاعك تقدر انك انت من خلال الايميل او الحساب بتاع الاسترداد تقدر انك انت تبعت رساله تحقق او كود تحقق وتقدر انك انت تسترد من خلالها الحساب بتاعك. لكن لو ما عندكش مفيش مشكله خالص، زي ما انت شايف هنا كاتب لك كلمه التخطي، ممكن تقدر انك انت تضغط عليها وتستثنيها من عمليه الحساب انشاء الحساب بتاعك. فانت كل عليك لو مش عايز تضيف ايميل استيراد او ما عندكش ايميل استيراد، هنبدا ان احنا نضغط بس على كلمه التخطي وخلاص على كده. هنضغط هنا على كلمه التخطي ضغطه بالشكل ده. وفي المرحله دي وصلنا لاهم نقطه في انشاء حساب جوجل، وهي اضافه رقم الهاتف. ومهم جدا انك انت رقم الهاتف اللي انت تضيفه لازم يكون رقم الهاتف بتاعك الحقيقي، ويكون كمان متسجل باسمك، يعني تكون الشريحه دي متسجله باسمك انت. ما ينفعش انك انت تسجل برقم هاتف ما يكونش متسجل باسمك، حتى لو الرقم الهاتف ده موجود معاك وبتستخدمه في المكالمات، لان ممكن بعد كده انك انت لو فقدت رقم الهاتف ده او فقدت الشريحه دي بعد كده مش هتقدر انك انت تعمل استيراد للهاتف، لانك انت مش هتقدر تطلع شريحه ثانيه لانها مش بالاسم بتاعك. فمهم جدا انك انت لازم يكون الاسم بتاعك عندك. هنا كمان خيار التخطي ما انصحكش انك انت تضغط عليه. ناس كتير جدا بتشرح فيديوهات على اليوتيوب انك انت ممكن تنشئ حساب جوجل بدون رقم هاتف، لكن دي مش طريقه صحيحه خالص. انت بتعرض نفسك انك انت بعد ما تشتغل على الحساب بتاعك ده ان في اي وقت الحساب ده ممكن يتقفل بكل سهوله نتيجه انك انت اثناء انشاء الحساب ما ضفتش رقم هاتف واستسهلت العمليه. فانت كل اللي عليك بطريقه بسيطه جدا انك انت بس هتبدا انك انت تضيف رقم هاتف يكون متسجل باسمك. طبعا هنا هتختار المفتاح بتاع الدوله على حسب الدوله اللي انت موجود فيها. انا في مصر هو موجود تلقائي زي ما انت شايف، وهبدا اضيف الرقم الهاتف بتاعي عشان بعد كده اقدر من خلاله ان انا استرد الحساب بتاعي لو نسيت اي حاجه. خضعت هنا على التالي. تمام زي ما انت شايف مراجعه معلومات الحساب، هنا كاتب لي الاسم بتاعي اللي انا اخترته سواء بالعربي او الانجليزي، هنا كاتب لي الايميل بتاعي. انا مش محتاج من الايميل ده عشان احفظه غير اليوزر نيم بتاعه بس، يعني من اول مثلا الحاجه اللي انا محدد لك عليها كده بعد @gmail.com دي مش محتاج ان انا احفظها بعد كده، حتى لما بعمل تسجيل دخول مجرد بس بضيف اليوزر نيم وخلاص على كده والباسورد. هنا طبعا رقم الجوال لاستيراد الحساب، ده مهم جدا ان انا اخليه موجود عندي، وطبعا يكون زي ما قلت لك يكون باسمك انت. بعد كده كل عليك هتضغط بس هنا على التالي وكده خلاص انت انشات كل حاجه. لو بصيت زي ما انت شايف كده هنا الاتفاقيه ممكن تقراها، انا هضغط هنا على اوافق على طول وكده خلاص مبروك عليك معمول حساب جوجل بطريقه صحيحه وبطريقه سليمه. والصفحه اللي انت واقف فيها دي هي صفحه الحساب بتاعك. اول حاجه طبعا لو انت عايز تضيف صوره للحساب بتاعك تضغط ضغط هنا بالشكل ده، اضافه صوره شخصيه. طبعا هنا بيقول لك الصور التوضيحيه او الرسوم التوضيحيه، انا هقول له من الكمبيوتر، وتروح مثلا على الكمبيوتر بتاعك وتبدا انك انت تشوف اي مكان فيه صوره عندك، بتبدا تظهر عندك دلوقتي الصوره، تحدد الاطار اللي انت عايزه، وبعد كده تضغط هنا على التالي حفظ كصوره للملف الشخصي، وكده خلاص انت عندك الحساب بتاعك وموجود عليه الصوره الشخصيه. تمام هقفل هنا خلاص. طبعا لو انت عايز تخليها ظاهره للجميع او للمستخدمين اللي تتفاعل معاهم، انا اخليها للجميع واضغط هنا على الغاء. تمام هقفل هنا خلاص. بعد كده اهم خطوه بعد كده محتاجها انك انت تعمل تحقق لرقم الهاتف بتاعك. مش مجرد انك انت ضفت رقم الهاتف كده خلاص، انت لو نسيت الباسورد تقدر انك انت تسترد الحساب بتاعك من خلال رقم الهاتف، لازم تعمل له تحقق من خلال تفعيل التحقق بخطوتين. فانت هتبدا انك انت تروح هنا على الامان ضغطه بالشكل ده، وهتبدا تنزل تحت عند ميزه التحقق بخطوتين تضغط عليها ضغطه بالشكل ده. طبعا هي غير مفعله، فانت تضغط هنا على كلمه البدء، وهتبدا بعد كده انك انت طبعا تختار المفتاح ورقم الهاتف وهتلاقيه ضيفه لك تلقائي. بعد كده تبدا تختار انك انت تتلقى الكود بتاع التحقق سواء على رساله نصيه او مكالمه هاتفيه على حسب ما انت عايز، وتضغط بعد كده هنا على التالي. هتنتظر ثواني بسيطه وهيبدا يجي لك كود التحقق عندك على الرقم بتاعك طالما انت ضايفه بطريقه صحيحه، فانا هبدا ان انا اضيفه. بعد ما بضيف كود التحقق بضغط هنا بس على التالي وخلاص كده، اضغط هنا على كلمه تفعيل، وكده انت عملت اهم خطوه لتامين حسابك انك انت عملت التحقق بخطوتين. دي اهم حاجه في امان الحساب. طبعا في وسائل تحقق كتير جدا وامان كتير جدا موجوده، زي انك انت مثلا تضيف بريد الكتروني للاستيراد، لكن الهاتف بيغني عن الموضوع ده كله خالص، اهم وافضل كمان. هنا هتلاقي عندك حاجات تحت كمان للامان زي مفاتيح المرور، مفاتيح الامان، طلب من جوجل، هواتف احتياطيه لعمليه التحقق. لو بصيت هنا كمان عندك الرموز الاحتياطيه، ودي تاني حاجه بنصحك بيها هي الرموز الاحتياطيه، تضغط ضغط عليها بالشكل ده. كل اللي عليك بس انك انت بتقول له الحصول على رموز احتياطيه، بيبدا دلوقتي يجيب لك عباره عن مجموعه رموز احتياطيه، تضغط هنا على كلمه تنزيل الرموز، تبدا انك انت تخزنها في اي مكان عندك. هي بتنزل عندك عباره عن ملف تكست بالشكل ده، بتلاقي فيه عباره عن مجموعه رموز، الرموز دي تقدر انك انت تستخدمها في عمليه الدخول للحساب بتاعك لو انت نسيت الباسورد. وبكده مبروك عليك حساب جوجل، وانت انشات حساب جوجل بطريقه صحيحه وبامان عالي جدا. وبكده مش بكل سهوله قدرنا ننشئ حساب جوجل بطريقه سليمه. يا رب كل حلقه عجبتكم وكل استفدتوا منها، يا ريت مشتركوا في الشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.